بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ممكن نسأل في اللي فات؟ ممكن نسأل في اللي فات؟ نسأل؟ إيه رأيك؟ لا طه، نحكم أنت عليهم طه. نسأل في اللي فات؟ ما تخافش هنبدأ بيك. ها؟ أسألوا هم. جميل. حلو الرد ده. طيب اللي هسأله هساعده، ما تخافش. طيب هنسأل في اللي فات عشان نستحضر بس ما مر معنا من مسائل في هذا الباب، ثم نبني عليها ونكمل. ماشي؟ طيب مين مستعد؟ ها؟ السؤال أولا. لا، نشوف مين مستعد الأول يرفع إيده ويقول لي أنا جاهز. السؤال في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. محدش يجاوب، كل اللي عايز يرفع إيده يتفضل برفع يده. طيب جميل، هو صاحب الاختراع، هو اللي ورطكم. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى الظلم الوارد في هذه الآية؟ استدل. الشرك، يقول الشرك. أحسنت. يقول المقصود بالظلم هنا الشرك، المقصود بالظلم الشرك، وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتعلمون منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن هذا الفهم ليس بصحيح. يقولون: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المراد بالشرك، بالظلم في هذه الآية، هو الشرك. طيب، الظلم ثلاثة دواوين، هذا ديوان منه وهو الشرك. الشرك ديوان، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وديوان لا يترك الله منه ما هو؟ ظلم العبد للخلق. ظلم العبد للخلق، أحسنت. لا يترك الله عز وجل منه شيئا حتى كمل يستوفي حقوقهم، حتى يؤدي، حتى يؤدي الحقوق إلى أهلها. إذا تاب فتوبته تكون بأداء هذه الحقوق إلى أهله. طيب، ديوان تحت المشيئة وهو لا، احنا قلنا واحد بس اللي حيكمل. ديوان تحت المشيئة وهو ظلم العبد. طيب، ظلم العبد لنفسه، هذا بالذنوب والمعاصي ونحو ذلك، وهذا تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل. عذبه بذنوبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. هذه دواوين الظلم الثلاثة. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن والاهتداء، لهم الأمن والاهتداء التام المطلق، ولا مطلق الأمن والاهتداء؟ مين يقول لنا الفرق بين الاثنين؟ ها؟ طب اقرأها لنا من الكتاب. ماشي، اقرأها من الكتاب مما كتبته. طب اتفضل. الأمن ثلاثة: الأمن في الدنيا،
وفي القبر وفي الآخرة. طيب هذا بالنسبة لتفسير أو المراد بالأمن. نعم. المراد بالأمن هنا الأمن في دار الدنيا والأمن في البرزخ والأمن في الآخرة في يوم القيامة. طيب حدثنا عن المطلق الأمن والأمن المطلق، ما الفرق بينهما؟ الأمن المطلق مطلق الأمن؟ من؟ توقفنا في المرتبة. لا توقفنا احنا خلاص. ليه؟ ده احنا قرأنا كلام المصنف. طيب فرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق. وقبل أن نقرأ نعيد القراءة في كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. أهل العلم يقولون الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن إن الأمن المطلق هو نهاية ما يكون من الأمن، أن يأتي يوم القيامة آمنا، أن يدخل الجنة من أول وهلة، اللي هو إيه؟ الأمن المطلق. طب مطلق الأمن الحد الأدنى، أحسنت، اللي هو الحد الأدنى معه الأمن، لكن الأمن مش تام، الأمن الذي معه ليس تاما، هو معه أمن، معه عهد بلا إله إلا الله أن يدخل الجنة حتى وإن دخل النار، خلاص حتى وإن دخل النار سيخرج منها بما معه من لا إله إلا الله، بأنه مات على التوحيد. إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد وغلبت سيئاته حسناته، إيه اللي يحصل؟ السيئات أكتر من الحسنات، يحصل إيه؟ هيدخل النار. يدخل الجنة كيف؟ السيئات أكتر، يدخل النار خلاص، يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار خلاص، قد يعذب في القبر لأنه الجنة. وقلنا في المرة السابقة أنه قد يعذب في القبر بقدر ذنوبه وتفنى هذه الذنوب وينعم في القبر ويأتي يوم القيامة آمنا. يبقى جاء يوم القيامة هو آمنا، يبقى معه أمن، لكن الأمن ده مش لم يبلغ النهاية حتى يكون لهم هذا الأمن في الدنيا في البرزخ في الإيه؟ في الآخرة. البرزخ اللي هو القبر، خلاص واضح كده الفرق. يبقى احنا لما نقول الأمن المطلق يبقى الأمن الإيه؟ نهاية ما يكون من الأمن، خلاص، أن يدخل الجنة من أول وهلة معه الإيه؟ وهذا الذي سلم من أجناس الظلم الثلاثة، اللي معه الإيه؟ الأمن المطلق، الأمن المطلق والاهتداء المطلق، ده هذا سلم من أجناس الظلم الثلاثة. طب واللي ارتكب شيء من الظلم ينقص من أمنه واهتدائه بقدر ما اقترف من 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 ألوان هذا الظلم، خلاص، إذا ظلم نفسه أو ظلم العباد، لكن إذا ظلم نفسه بالشرك ينتفي عنه الأمن، خلاص واضح. لكن اللي يسلم من الشرك وظلم ومن ظلمه للعباد ومن ظلمه لنفسه بالذنوب والمعاصي، هو في حد بيسلم من الذنوب والمعاصي؟ احنا بشر. ايه المقصود بقولنا سلم من الذنوب والمعاصي؟ تاب. احسنتم، تاب، يذنب ويتوب، ويتوب وياتي يقدم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وقد تاب من ذنوبه وبقيت له سيئات، لا شك، لانه مش هياتي يوم القيامه بلا ذنوب لانه مش نبي، لكن هذه الذنوب اليسيرة التي تحت المشيئة الله عز وجل يغفرها له في الآخرة. يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويدخل الإيه؟ الجنة آمنا، خلاص. يبقى الأمن المطلق والاهتداء المطلق، لما نتكلم عن الأمن هو مطلق ولا الاهتداء، تقدم كلمة الأمن، أنا بقربها لك يعني عشان ما تغلطش فيها، لأنه أحيانا بعد شوية لنفسك مش فاكر أنه فيهم اللي كامل، أنه فيهم اللي تام، أنه فيهم اللي صاحبه يدخل الجنة يعني لأول وهلة، ها؟ يبقى نعمل إيه؟ تقدم الأمن، تقول تقدم الأمن، تقدم الاهتداء، تقول الاهتداء المطلق، الأمن المطلق، خلاص؟ وضحت كده؟ طيب إذا وضحت يبقى إحنا لما هنقرأ كلام الشارح هنكون إن شاء الله بإذن الله فاهمين. قد يقضي ما عليه من الذنوب في القبر، يعني يأخذ من القبر أو البرزخ بلا ذنوب، خلاص يمحص في القبر، يعذب في القبر في قبره بقدر ذنوبه ويأتي يوم القيامة آمنا. هنا
يسأل سؤال سيأتي معنا إن شاء الله في حينه. خلاص اقرأ معي فمن سلم من أجناس الظلم فمن سلم من أجناس الظلم. أنا حتى المرة اللي فاتت قلت لكم علموا عليها ومهمة جدا. هذا منصف. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. الأمن التام، أو حط بدلها المطلق برضو هيبقى المعنى هو نفسه، الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، اللي هو اكتب انت كده في الهامش مطلق الأمن، مطلق الأمن، مطلق الأمن والاهتداء. نعم رجعنا ورا فين؟ فمن سلم من أجناس الظلم. أنت تقصد إحنا كنا واقفين فين يعني؟ رجعنا كورا شوية أصلا. إحنا بنراجع. أنت تقولي ما خدناهاش، وأنت ترجع تقولي إحنا رجعنا ورا. طيب. خلاص. بعضكم قال ما وقفنا عندها المرة اللي فاتت. لا جابوا جماعة مهمة فعلا. طيب. خلاص مهمة دي. نعرف إيه الفرق بين الإيه؟ الأمن المطلق ومطلق الأمن. خلاص؟ واضح أظن؟ طيب. اكتب بجوار هذه مطلق الأمن والاهتداء اللي هي الثانية، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى اللي هي الآية اللي ذكرها شيخ الإسلام اللي قبل دي بفقرة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. مطلق الأمن هنا فيه مطلق الأمن هنا فيه اللي أنا قلت لك عليه، كان له الأمن والاهتداء مطلقا، هي عبارة المصنف دي مشكلة شوية، خليك بس أنت اكتب في الهامش مطلق الأمن. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، حطهم بين قوسين واكتب في الهامش تساوي مطلق الأمن والاهتداء. الحد المطلق الأمن الأول. نعم الأمن المطلق، كلمة الأمن المطلق، الأمن المطلق والاهتداء المطلق اللي هو الأمن الكامل. احنا قلنا فمن سلم، اقرأوا معي، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، اللي هي تساوي الأمن المطلق والاهتداء المطلق. خلاص. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، اكتب تساوي مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. خلاص كده. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء، دي المراتب بقى، الشيء الشارح بيحكي إيه؟ بيحكي المراتب، المراتب اللي بين الدرجة العليا، المرتبة العليا خالص، والمرتبة السفلى التي في الأخير، بيحكي اللي ما بينهم اللي هو إيه بقى؟ ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. كده في غلط في الكتاب شيخنا؟ كان له الأمن والاهتداء المطلق. لا خطأ. خطأ كده الضاع. في النسخة الصحيحة، في النسخة المحققة مطلقا. كان له الأمن والاهتداء مطلقا. كان له الأمن والاهتداء مطلقا. وأيا ما كانت فهو يقصد هي في النسخة المحققة هكذا. في النسخة الصحيحة. كان له الأمن والاهتداء مطلقا. مطلقا. مش المطلق لا 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 لا. لا. دائما يعني مطلقا. مطلقا ايوه يعني مطلقا. اكتب بجوارها تساوي مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. خلاص. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،
والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقلنا إن الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق، وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والعلم بلا إله إلا الله غريزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد يكون مكتسبا بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها، آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. الكونية النظر في السماء والنجوم والأفلاك ونحو ذلك، والآيات الشرعية التي هي القرآن. القرآن، الآيات الشرعية التي هي القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وليس مفتاح إلا وله أسنان، وهذه الأسنان هي الشروط، نعني بها الشروط. وشروط لا إله إلا الله ثمانية. ها، من يقرأها؟ الشعر. إيه نعم، عشان العلم واليقين والقبول، والقبول والانقياد، قدر ما أقول، والإخلاص والصدق والمحبة. الصدق والإخلاص الصدق والإخلاص والمحبة وفقه الله لما أحب. أحسنت. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة. بعض أهل العلم يزيد الشرط الثامن، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذه التي جمعها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. هذه شروط لا إله إلا الله التي تكلمنا فيها في المرة السابقة. ثم ذكرنا لكم، أو يعني نصحنا بقراءة كلام الشارح عندك، وقلنا أنه نقل كلام في معنى لا إله إلا الله جميل وطيب، ومما يعني يزداد به الإنسان إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى ورقة في قلبه أنه يقرأ. وقال أبو عبد الله القرطبي، وقال شيخ الإسلام، وقال ابن القيم، وقال ابن رجب، إلى غير ذلك. هؤلاء يعني علماؤنا الأفاضل الأجلاء يعني يتكلمون في معنى لا إله إلا الله، والعلماء هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. الشاهد، إذا كنتم لم تقرؤونها فهناك مستعتب لمن فاتهم، لكن خلي بالك إن إحنا بعد شوية لنفسك يعني صار عندك يعني كمية كبيرة تحتاج إنك تقرأ وتذاكر، وهذا الكتاب لا يصلح معه مثل هذه الطريقة، لا تصلح، لأن الكتاب دسم وثقيل وفيه مسائل ومباحث. إحنا دلوقتي خلاص، أنتوا قلتوا إحنا كبرنا وإحنا في سنة أولى، وإزاي تقولوا لنا تمهيدي؟ فقلنا خلاص ناخد فتح المجيد، فبقى انت وتكسفونا بقى ما يصحش. ماشي، اتفقنا؟ طيب، يعني المره الجايه القادمه ان شاء الله وعد كده. ها، ممكن نفتح كده حاجه زي ميد ترم كده. ميد ترم، جميل. ميد ترم نصف الفصل الدراسي، يبقى اختبار نصف الفصل، ايه رايكم؟ ما احنا ناخد وبعدين نخلص، ناخد الاختبار ونخلص ان شاء الله. يعني ناخد بابين كمان، اقصد نكون قطعنا شوط، وبعدين لما تلاقي نفسك وصلت مثلا لصفحه 60 70، فتلاقي نفسك خلاص يعني المساله تقلت عليك قوي، لان كل صفحه فيها مسائل، وفيها يعني احنا شوف عمالين نعدي مسائل: مطلق الامن والامن المطلق، لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله، كذا. يعني في كلام، خدنا الإرادة الشرعية والإرادة الدينية وفرقنا بين الاثنين، خدنا الفرق بين مشرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعباد القبور في زماننا. في مين يقول الفرق؟ ها، حد ما اتكلمش قبل كده؟ مين ما ترفعوش ايديكم ليه؟ خلاص.
خلونا ساكتين بقى. الله المستعان. طيب نؤكد على قراءة كلام أهل العلم في معنى لا إله إلا الله، ثم ختم الشارح هذه الجملة من النقولات عن أهل العلم بقوله: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبيانه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص. وذهب جعل يعني يذكر من أحوال هؤلاء والفرق بين مشرك العرب قديما، إن شئت أن تكتب عنوانا في الهامش الفرق بين مشرك العرب قديما وعباد القبور في زماننا. وقلنا إن الفرق أن هؤلاء قديما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون مع الله عز وجل غيره ويتخذونهم وسطاء وشفعاء لهم عند الله. ثم إنهم كانوا يشركون بالربوبية في الرخاء، فإذا أصابهم الضر والبلاء وحدوا الله سبحانه وتعالى حتى في الربوبية، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى مقرين له بالربوبية سبحانه وتعالى، أو استغفر الله، مقرين له بالألوهية التي كانوا يكفرون بها، فيتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء خالصا، هم كده كده مقرين بالربوبية، فلما يصيبهم الضر والبلاء يقر أيضا بالألوهية مع الربوبية، ويدعون الله عز وجل لا يشركون به شيئا. واضح؟ طيب. أما المتأخرون ممن أشركوا بالله سبحانه وتعالى فيشركون به في الربوبية وفي الألوهية، فيشركون في الربوبية فيعتقدون أن هناك من يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى ومن لهم سلطان، فيتصورون أن هؤلاء موكلون من الأولياء، يعني من البشر، من هو موكل بإدارة شؤون السماء من نزول المطر وهبوب الرياح ونحو ذلك، وهذا موكل بكذا وكذا وكذا مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. ثم إنهم أيضا إذا أصابهم الضر والبلاء يعني يلجؤون إلى هؤلاء الأولياء ويجعلونهم أنداد من دون الله سبحانه وتعالى، يا فلان أدركني، يا فلان كذا، مدد يا فلان، ويجعلونهم يعني يقدمونهم على رب العزة تبارك وتعالى في الدعاء ونحو ذلك، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن محمدا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله، خاتم الرسل بالاتفاق، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل ولد آدم على الإطلاق كما أخبر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أمته ألا يتجاوزوا فيه الحد، ألا يغلوا فيه كما غلت النصارى في عيسى وكما غلت اليهود في عزير، فقالت النصارى المسيح ابن الله، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ولم ينزل الله عز وجل عليهم بهذا من سلطان، وأن محمدا عبده ورسوله. فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقوله وأن محمدا عبده ورسوله يعني ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لأنه قال في الأول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالواو هنا عاطفة، يعني يشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن محمدا عبده ورسوله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهاتين الصفتين وجمع بينهما دفعا للإفراط والتفريط، فنحن لا نفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه ونقدمه على أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا، ونقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، واسمه والشهادة بأنه رسول الله مقرونة بالشهادة بلا إله إلا الله، وهما ركن
هما يعني ركن واحد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله كما مر معنا في الأصول الثلاثة، تصديقه فيما أخبر والعمل بما أمر والانتهاء عما رجع عنه. وإيه تاني؟ ناس واحدة لو سمحتوا، لو سمحتوا. تصديقه فيما أخبر والعمل بما أمر والانتهاء عما عنه ما رجع. تصديقه ولا يرضى الله إلا بك. أحسنت. تصديقه فيما أخبر والامتثال لما أمر والاجتناب عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإلا يصير الإنسان إلى البدع، طيب هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قال وأن محمدا عبده ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط. لا إفراط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة ألا يعني ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإذا كانوا عنده فليخفضوا أصواتهم، يعني لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة، التسبيح بكرة وأصيلة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب على أمته. وعلى الجانب الآخر جانب الإيه؟ الإفراط. وعلى الجانب الآخر جانب ألا إفراط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط يعني غلو ولا تفريط في حقه، بأن يعني يكون من الإنسان عدم التوقير والتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا إفراط يعني غلو ولا تفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجفاء. يبقى لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. واضح؟ طيب، لا إفراط ولا تفريط. وأن محمدا عبده ورسوله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية جاء من الله عز وجل في أشرف، جاء من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن. فالله سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه، وإنما ناداه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولم يناده باسمه في القرآن. وجاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية أيضا مع النداء له بالرسالة والنبوة، وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في القرآن جاء في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية جاء في أشرف المواطن، جاء في موطن الإسراء، وهذا من أشرف المواطن للنبي صلى الله عليه وسلم. في موطن الإسراء قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وموطن الإسراء هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والرسل، لأنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى موطن لم يبلغه أحد قبله، أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الواو هنا أيضا للعطف، يعني يشهد الإنسان أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. وأيضا قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا لدفع الإفراط والتفريط في حق عيسى. وكيف كان الإفراط والتفريط في حق عيسى؟ قوله وأن عيسى عبد الله فيه رد على النصارى الذين رفعوه فوق منزلته فألهوه فوصفوه بالألوهية، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا المسيح هو الله، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه. وأن عيسى عبد الله فيه رد على النصارى، ورسوله هذه فيها رد على اليهود الذين يعني شتموه ووصفوه بالفاحشة، قالوا إنه يعني ابن للفاحشة، معاذ الله. زيادة لفظة الله عز وجل عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله، ده مغزى لغوي ولا؟ وأن محمدا عبده ورسوله، الهاء ضمير عائد على لفظ الجلالة. الله بقى
نعم. مش عبده مثلا مع عيسى عليه السلام بمعنى معين. والله قد يقال اقتران شهادة أن محمد رسول الله بشهادة النبي بشهادة أن لا إله إلا الله فجاءت بالضمير مثلا أو نحو ذلك. أن عيسى طيب احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في اشرف المواطن، ذكرنا موطنا واحدا، الموطن الثاني موطن الدعوة، اكتبوها على عجالة بقى طالما فاتتنا، فموطن الثاني موطن الدعوة، الموطن الثالث الموطن الثالث موطن التنزيل. في مقام الدعوة قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لما قام عبد الله يدعوه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقام التنزيل قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في هذه المواطن نسبه إلى العبودية وناداه يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وناداه باسمه في مواطن أقل بهذا بكثير، ولكن المواطن التي نسب فيها إلى العبودية هي أشرف المواطن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقام الدعوة ومقام تنزيل القرآن عليه ومقام الإسراء. وناداه يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وناداه باسمه، لكن في يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. نعم. لما قام عبد الله التلتة في مقام التنزيل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لكن كما قلنا لم يناديه باسمه يا محمد أو يا أيها الرسول يا أيها النبي، لكن سماه باسمه، واضح؟ سماه باسمه في مواطن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد رسول الله. لكن عند المناداة وعند المواطن الشريفة هذه نسبه إلى العبودية. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، قلنا هنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله وصفه أيضا بالعبودية فيه رد على من فرطوا أو أفرطوا في حقه فغلوا فيه فنسبوه إلى الربوبية أو قالوا هو ابن الله أو نحو ذلك. ورسوله فيه رد على اليهود الذين يعني رموه بالعظائم وقالوا إنه يعني ولد زنا ونحو ذلك، معاذ الله. اقرأ معي كلام الشيخ عبد الرحمن، لأنه ذكر جملة الاعتقاد في عيسى عليه السلام، قال فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، اكتب عليها واحد، اكتب في الهامش جملة الاعتقاد في عيسى عليه السلام، في الهامش اكتب جملة الاعتقاد في عيسى عليه السلام، الأولى أن عيسى عبد الله ورسوله، قال الثانية خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أنثى بلا ذكر. الثالثة قال فليس ربا ولا إلها، الثالثة قال فليس ربا ولا إلها. بعدما ذكر بعض الآيات قال ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، هذه هي الرابعة. الرابعة اكتب في الهامش جملة الاعتقاد في عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه خلق من أنثى بلا ذكر، وأنه ليس ربا ولا إلها، وأنه مبرأ مما رماه به اليهود من كذا وكذا مما ذكر عندك. قوله وكلمته، قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته الهاء هنا عائدة على من؟ على لفظ الجلالة، الله سبحانه وتعالى. وكلمته هنا معناها إيه؟
معناه أن عيسى خلق بكلمة الله سبحانه وتعالى بقوله كن، بقوله كن فكان، بقوله كن. وليس المقصود إن عيسى هو كن، إن عيسى هو الكلمة، لا هذا خطأ. لا تقل عيسى هو كن، لا، كن هي كلمة الله سبحانه وتعالى، فكان عيسى، وعيسى مخلوق، وكن كلمة من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، ليست مخلوقة. كن مش مخلوقة، لأن كن كلمة من كلام الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لا مش واضح. عيسى خلق بإيه؟ بكلمة، بقول الله سبحانه وتعالى كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص كده مفهوم أظن؟ طب إيه الإشكال؟ يعني إحنا ليه بنعرض المسألة دي وليه المصنف ذكرها؟ عشان هناك طائفة اسمها الجهمية، بعد كده ستدرس في الوسطية في المرحلة اللاحقة إن شاء الله، أخذوا هذا الكلام وفسروه خطأ، فوقعوا فيما وقع فيه النصارى. قالوا هو كلمته يبقى عيسى هو كن، يبقى كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، لأن عيسى مخلوق وعيسى هو كن. لا، عيسى مش هو كن، كن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. الجهمية هؤلاء أتباع الجهم ابن صفوان، هذا رجل مبتدع الضال الذي أفسد عقيدة المسلمين، سيأتي معنا في حينه في دراسة الوسطية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل يعني أن أراكم جميعا في يعني تواصلون الدراسة وتلقي العلم إن شاء الله، ربنا يثبتنا وإياكم. طيب، لهذا الشارح عندك اقرأ معي، يقول إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، هذا كتاب للإمام أحمد رحمه الله يرد فيه على الجهمية، بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال لها، حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، بكن اكتب في الهامش كده، التي هي الكلمة كان، بكن اللي هي كلمة الله سبحانه وتعالى. خلاص، فكان عيسى، سهلة كده. نعم، كن أمر، إيه يعني استفدنا إيه؟ كن فيكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقفنا عند هذه الجملة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله، وصفه بالعبودية فيه رد على النصارى، ووصفه بالرسالة فيه رد على اليهود. وذكرنا هذا وقلنا معنى، ما معنى أن عيسى هو كلمة الله؟ أنه خلقه الله سبحانه وتعالى بكن، بهذه الكلمة، بقوله سبحانه وتعالى كن، فكان عيسى عليه السلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وروح منه، طيب، كلمته ألقاها إلى مريم، أمر الملك الذي هو جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها، فكان عيسى عليه السلام وخلق في رحمها بلا أب. خلاص. وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقى هذه الكلمة إلى مريم، قال سبحانه وتعالى كن، فكان عيسى. خلاص. وروح منه، إذن عيسى هو روح من الأرواح، والأرواح مخلوقة، وعيسى مخلوق، ليس هو بإله ولا برب، عيسى مخلوق، خلقه الله عز وجل بقوله كن، بكلمة مكونة من حرفين كن، فكان عيسى عليه السلام. خلاص. إذن قوله وروح منه، روح منه يعني الله عز وجل هو الذي يعني أمر بنفخ هذه الروح في مريم،
فكانت هذه الروح في رحمها. واضح؟ إذن روح منه، منه هنا منه للابتداء، للابتداء وليس للتبعيض. منه قوله من والهاء ضمير عائد على لفظ الجلالة، الله منه يعني من الله، وروح من الله، روح أمر الله عز وجل بها من جملة الأرواح المخلوقة. خلاص، يبقى من هنا كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه يعني هو الذي سخر لكم، يعني هذه كلها من الله، الله عز وجل هو الذي خلقها وسخرها لكم. وروح منه. لا، قوله وألقاها إلى مريم السطر الثاني، فنفخ فيها من روحي. السطر الثاني فين؟ السطر أنا ما عنديش نفس النسخة بتاعتك، أنت بتقرأ منين؟ قول لي تحت إيه يعني. في قول المصنف ألقاها إلى مريم، قول في قول المصنف خلاص نقرأ سويا. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى، فنفخ فيها من روحه. نعم، من روحه، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان. والروح التي والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. يقصد أنه أن الروح روح القدس الذي هو من جبريل، وعيسى أيضا روح من الأرواح مخلوقة، روح أمر الله عز وجل بهذه الروح أن تكون في، أن تخلق في رحم مريم عليها السلام. فعيسى روح من الأرواح المخلوق، وجبريل سمي روحا لأنه به تكون حياة الإنس بإنزال الكتب عليهم من عند الله سبحانه وتعالى. فعيسى، عيسى روح سمي بهذا، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى القرآن روح لأن به حياة القلوب، فالقرآن به حياة القلوب، به حياة القلوب فسمي روحا. وجبريل به حياة، حياة البشر، لأنه ينزل بالكتب وأوامر الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض، فهو أمين السر عليه السلام، وينزل من عند الله عز وجل بالأوامر العظام وبالكتب التي نزل بها جبريل على أنبياء الله ورسله. أظ الضمير في كلمة روحيه يعني على جبريل، على جبريل كما قال المصنف. والروح، الروح الأولانية دي روح الإنسان من روحه. بلاش بس لجب، أنا يسوني جدا هذه الطريقة، أنه يعني تصير هناك جلبة واختلاط في الأصوات ونحو ذلك، حتى اللي عنده سؤال لا يعترض بالسؤال مباشرة أثناء الشرح. خلينا بقى يعني، أنتوا درستوا كتاب من هدي السلف، وبعدين في سنة أولى كمان مش في تمهيلي، صح ولا لا؟ فخلاص يعني المفروض أن أنتوا تدرجتم في الطلب وكذلك، فتعرفون أدب المجلس، أدب مجلس العلم، ليس أدب ملقي الدرس. خلي بالكم في فرق من الاثنين، هناك أدب أنا أطلبه منكم ليس لي أنا والله، وإلا المسألة إحنا يعني إخوة وبيننا يعني عقد الأخوة الجميل، لكن أدب الدرس هذا هو المطلوب، وإلا تذهب بركة الدرس، هتلاقي بقى نتشوش وإنت يحصل عندك إشكال وأنا أنسى اللي كنت أحوله، كل ده بشؤم بشؤم. تلاحى رجلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسي ليلة القدر. يا سلام لو كنا نعرف ليلة القدر، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تلاحى رجلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ أنسي ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم مريض ولا يدري ماذا يقول. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا عني، قوموا عني. فقام، انظر إلى شؤم
شو ولا ما هو شو؟ هناك أشياء ما ينبغي أن تكون في مجالس العلم المباركة، مجالس العلم التي تحفها الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. نحن في أشرف ما يكون من العمل طلب العلم، وهذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا وحدثناكم به، ولا زلنا نتحدث في المجالس، في منهجية الطلب وفي من هدي السلف، في كتاب من هدي السلف ونحو ذلك، مش كده؟ خلينا جزاك الله خير. هذا بادر بسؤاله فجاء بي خايف يتكلم. قال خلاص اكتب لك ورقة وانت ايه. انتوا عندكم اشكال في كلمة من روحي، صح؟ من روحي، اذا كان المقصود هو جبريل فهو صحيح، لان جبريل روح الله، لانه به تحيا هذه الاجساد الحياة الحقيقية، مش حياة الاجساد فقط، لا، حياة الاجساد بإيمان، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويكون هذا من توابع او من 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 من, من إيمان القلب، وهذا الذي ينزل به جبريل، نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن، فجبريل روح سمي بذلك لأن به حياة الناس، حياة البشر، لأنه يأتي بالأوامر من الله سبحانه وتعالى التي بها قيام هذه الحياة. وحينما لا يقال في الأرض الله الله فلا قيمة لهذه الحياة، فتقوم الساعة على هؤلاء الخلق الذين لا يقولون الله الله. فهمنا جبريل، وذكرنا مثلا لهذا بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن الإنسان الروح فيه هي مادة الحياة، وبدون الروح إذا خرجت الروح من الجسد يكون إيه؟ خلاص جثة، لا قيمة لها، جثة هامدة لا حياة فيها. فالروح الذي هو القرآن بالنسبة للإنسان كروحه، كروحه التي في جسده إذا خرجت منه مات، كذلك بدون قرآن يموت القلب ولا قيمة له. كذلك جبريل سمي روح لأنه سمي روحا، لأنه ينزل بأوامر الله عز وجل على خلقه بالوسيطة التي بين الله وبين الخلق وهو جبريل، وبالوسيطة بين جبريل وبين الخلق الذين هم الأنبياء والرسل. خلاص. والمقصود أيضا أن عيسى روح من الأرواح المخلوقة، وروح منه، يعني عيسى روح من الأرواح المخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى وأمر هذه الروح أن تسري في رحم مريم عليها السلام بلا أب، فكان عيسى. خلاص. أما جبريل فأمره الله سبحانه وتعالى فنفخ في جيب درعها كما ورد في بعض الروايات، فصارت هذه النفخة حتى استقرت برحمها. والجيب الدرع الذي هو في يكون في هذا الجيب، جيب الإنسان، الجيب اللي هو فتحة الصدر، هذه الجيب، مش اللي هو الجيب ده الذي هذا الذي نضع فيه النقود والحافظة ونحو ذلك، لا، الجيب جيب الإنسان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اللي هي منطقة الصدر هذه التي فيها الفتحة التي تدخل أنت منها رأسك لتلبس لباسك. خلاص كده واضح. طيب وضحت كده، خلاص، أرجو أن تكون خلاص زال الإشكال الذي فيه. طيب لا من روحنا، هي نفس هذا الذي قلنا، ونفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه. قال أبي بن كعب، اقرأ معي، وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. خلاص يا أخوانا واضح الكلام. رواه عبد بن حميد، ابن حميد، عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير، وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه
فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه. كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون هذه الأشياء، مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. خلاص في إشكال؟ طيب الحمد لله. نعم. هو المصحى تعالى لما اتكلم كان سيدنا ادم قال ونفخت فيه فاذا نفخت فيه من روحي، في القران يعني روح من الله، وسيدنا عيسى برضك يعني روح من الله، يعني كلمه روح ديت يعني هل هي كلمه جامعه لكل المعاني مثلا، ولا هي مثلا اذا كنت في موطن كذا كانت لها معنى معين؟ يعني كلمه روح اذا يعني مثلا لو مع سيدنا ادم كان لها معنى معين، ومع سيدنا عيسى لا، مع سيدنا آدم وسيدنا عيسى هما روح من الأرواح المخلوقة. لما ضرب لما ذكر الله سبحانه وتعالى، ما احنا قلنا كل ده قلناه بس انتوا لو استحضرتوا الكلام، لما قلنا الروح ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا يعني أنزل الله عز وجل عليه روح من الأرواح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان، روحا من أمرنا. خلاص يبقى المقصود ايه؟ القرآن، صح ولا لا؟ طيب هذا هو المقصود. يبقى اختلاف، يبقى لما يكون الروح المخلوقة الله عز وجل خلق آدم هو روح من الأرواح مخلوق، تبو عيسى نفس الكلام روح من الأرواح مخلوق، أنا وانت وجميع الخلق روح من الأرواح مخلوق، صح؟ بأمره سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون، أيضا كعيسى بقوله كن فيكون. هو عيسى هو مسألة كن فيكون خاصة بعيسى فقط؟ لا، خاصة بجميع البشر، صح ولا لا؟ لأن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما حديث عبد الله بن مسعود، ثم 40 يوما علقة أو مثل ذلك علقة، ثم مضغة، وبعدين لما يتم 120 يوم يأمر الله سبحانه وتعالى الملك فينفخ فيه الروح، يبقى الروح بتنفخ فيه بعد 120 يوم، خلاص بعد 4 شهور عند تمام 4 شهور ينفخ فيه الروح ويكتب، الملك يقول يا رب ما رزقه ما أجله ما عمله، يا رب شقي أم سعيد، الملك نفسه مش عارف، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هو يسأل رب العزة تبارك، رب العزة تبارك وتعالى، الملك يسأل رب العزة تبارك وتعالى ويستفهم ويستعلم منه، والملك يكتب يا رب ما أجله ما رزقه ما عمله، يا رب شقي أم سعيد، ويكتب الملك كل هذه الأشياء. إذن يأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيه الإيه؟ فينفخ فيه الروح، فتستقر هذه الروح في الرحم، هو كان مضغة علقة وبعدين تشكل في بطن أمه، وبعدين ناقص إيه عشان يبقى فيه حياة؟ الروح، هنا نفخ فيه الروح يعني صارت فيه الحياة، صار خلقا، لأنه بالجسد والروح يصير الإنسان، والإنسان جسد بلا روح ولا روح بلا جسد؟ لا، هو مجموع الجسد والروح، واضح؟ بخصوص من روح ان هي ما ينفعش تعود على سيدنا عيسى، لان الروح بتو يعني بعد 120 يوم كان يسأل فيه. احنا قلنا من روحي على سيدنا جبريل، ان احنا مختلفين عن سيدنا عيسى او سيدنا جبريل، وما ينفعش كان سيدنا جبريل هينفخ جزء من روح سيدنا عيسى او من روحه كده كده الروح بتو يعني تنزل بعد 120 يوم. شو اسمه؟ طيب خلاص فهمنا استنباط يعني. ده لما يكون نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، لكن لا علم لنا بمثل هذا، ليه تستنبط وتدخل في أشياء لا علم لك بها؟ شو مر بمراحل؟ هو مش خلق، هو مش خلق بلا ذكر، خلق من أنثى بلا ذكر، إذا لم يكن نطفة ثم علقة ثم كذا، شاء الله عز وجل أن يكون، فليه ما تقولش أنه نفخ فيه الروح من أول ما نفخ جبريل عليه السلام؟ ليه الاستنباط البعيد وهذا التعليق الذي لا أريده؟ ربما أنت تعليقك ده تعمل إشكال عند غيرك، فخلينا استنباط، يبقى خليه في ذهنك، أشكل عليك تعال أسأل فيه وحدك، ماشي؟ بارك الله فيك.
معذرة هي جت فيك بس هو الكلام للكل. خلاص ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، يعني يشهد أن الجنة حق والنار حق. الواو هنا عاطفة على ما مضى، وما مضى كله راجع إلى الشهادة، أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ويشهد أن الجنة حق والنار حق. طيب قبل ذلك عندنا مسألة مهمة جدا في كلام الشارح. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى، المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنا، وصلتم؟ وصلت؟ فين وصلت؟ طيب ليه ما وصلت؟ متن بس؟ طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنا لا يقوم بنفسه، إذا كان معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. اكتب على دي واحد، اكتب على كلمة معنى حط فوقها واحد. المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى أو يكون عين، أن يكون معنى هتيجي العين بعدها، خلينا بس عين قائمة بنفسها يعني ما عليك دلوقتي، خلينا بس اكتب واحد على الأولانية. إذا كان معنى لا يقوم، معنى الكلمة معنى ولا الكلمة دي عين؟ يعني الكلمة دي حائط، خشب، جدار، كرسي، كل ده ايه مقصود بها عين؟ الحاجات دي عين، انما الكلمة ايه؟ معنى. ولا الكلمة دي شيء قائم بذاته انت شايفه قدامك؟ ما انت شايفه. لهذا يقولون اذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب ان يكون صفة، اذا كان مضاف، يعني اذا كان ايه مضاف الى الله سبحانه وتعالى. معنى أنا معنوي؟ نعم معنوي معنوي. كمثل قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الياء هنا عايدة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ طيب وبكلامي، الكلام مضاف إلى الله، مضاف إلى الإيه؟ إلى الياء، الضمير اللي هو عايد على ربنا سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ خلاص يبقى هو هنا مضاف اهي. طب ننظر نشوف، ننظر في المضاف ده، المضاف ده عين قائمه بنفسها، الكلام ده شيء قائم بنفسه ولا معنى؟ معنى. اذا كان معنى يبقى صفه من صفات الله، خلاص. واذا كان عين قائمه بنفسها، اقرا معي، واذا كان المضاف عينا، اكتب بقى هنا اثنين، واذا كان المضاف عينا ممكن نقول عينا يعني ذات، ذات عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. الله، كلام جميل، صح ولا لا؟ صح؟ صح، مع أننا مش فاهمين بس جميل، هنفهم إن شاء الله. المضاف إذا كان معنى، إذا كان معنى يبقى صفة، مضاف إلى الله، إلى من؟ الله. مش كل مضاف في الدنيا. إذا كان المضاف ده إلى الله سبحانه وتعالى معنى لا يقوم بنفسه، يبقى نقول على طول من غير ما نتردد نقول ده صفة لله سبحانه وتعالى. وضربنا المثل لده بالإيه؟ بالكلام، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. خلاص خلاص. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها فلا يصح أنها تكون صفة، تكون مخلوقة، تكون العين دي مخلوقة مش صفة من صفات الله، تكون مخلوقة، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. كمثل قول الله سبحانه وتعالى هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله هنا الناقة مضافة إلى لفظ الجلالة الله، يبقى الناقة دي إيه؟ مخلوقة، عين، ذات مخلوقة قائمة بنفسها، ناقة، أنت مش بتشوفها ناقة؟ صح ولا لا؟
قائمة بنفسها ولا لا؟ يبقى لا تصح أنها تكون صفة من صفات الله. كما تقول بيت الله، نار الله، النار مخلوقة وأنت تراها، شيء محسوس مش معنوي، شيء محسوس. يبقى إذا كان المضاف إلى الله، إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها لا صح أن تكون صفة، وتكون في هذه الحالة مخلوقة. طب وإذا كان معنى لا يقوم بنفسه مضاف إلى الله يكون صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوق، تكون صفة غير مخلوقة. ليه؟ مش السؤال دي هتحتاجها بعدين في الرد على المبتدعة، وهم يقولون إن صفات الله عز وجل مخلوقة، إن الكلام مخلوق وكذا مخلوق والصفات هذه مخلوقة، ستحتاج إلى هذه، فأنا بدربك عليها من دلوقتي تفهمها كويس تهضمها، ومش هسألك فيها بس تفهمها الأول لأنك ستحتاجها في المراحل المتقدمة، بس المهم إن أنت فهمتها الآن، واضح تظن. طيب رجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين. إيه الأعيان يعني؟ اللي هي إيه؟ اللي هي مخلوقة ولا اللي هي صفة من صفات الله؟ المخلوقة، اللي هي الذوات المخلوقة. قال ولكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى، اكتب بقى اتنين ألف واتنين ب، خليك مصحصح كده، اتنين اللي هي عين، اتنين ألف تفريع منها صح ولا لا؟ اتنين ألف اللي هو إيه، تكتب عند أحدها على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله، أرض الله، ناقة الله، بيت الله، المال، مال الله، كل هذا يدخل في إيه؟ يدخل في هذا. فجميع المخلوقين عبيد لله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن، إذن هذه إضافة خلاصتها أنها إضافة تشريف وتكريم. خلاصة هذا الوجه الثاني إنه في إضافة عامة، إضافة خلق، إضافة خلق، كما تقول ناقة الله، بيت الله، كذا كذا، كل هذه تدخل في إضافة الخلق. لكن في وجه أحيانا يكون فيها اختصاص، مش مجرد الخلق، لا، الخلق خلق الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر صح ولا لا؟ لكن لما رب العزة تبارك وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكرهم هنا بإضافتهم إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، يبقى فيه زيادة على الخلق، يبقى غير أنها مخلوقة، الاثنين مخلوقين، الصنف الأول اللي هو اتنين ألف واتنين به الاثنين مخلوقين، لكن في به عايز يقول لك أن في نوع مخصوص فيه زيادة على مسألة الخلق، وهي الإيه؟ إضافة التشريف والتكريم. وصلت؟ نعم. التشريف والتكريم في الوجه الثاني؟ في الوجه الثاني ولا في الأول؟ لا، الأول عموم الخلق، إضافة خلق، يعني مثلا ناقة الله، ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، ده تشريف، تشريف. ومثلا زي أرض الله، أرض الله كلها، أرض الله واسعة، الأرض كلها، الأرض ما فيهاش تشريف، خلاص الأرض أرض الله نسبة إلى الله عز وجل لأنه خلقها. العبيد كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، كل من على الأرض عبيد لله سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا نسبتهم إلى العبودية ليس لتشريفهم ولا تكريمهم، وإنما لأنه هو الذي خلقهم وهم عبيد له، لكن لما قالوا عباد الرحمن كانت إضافة إيه؟ تشريف وتكريم، صح ولا لا؟ صح؟ وصل لك حد عندك كده المعنى؟ طيب السماء واحدة والأرض هي واحدة، مش أرضين ولا في سنتين، يعني إيه؟ اللي احنا قاعدين يعني ما فيهاش اختصاص، أرض الله دي عين، دي مش دي عين، مش خاص بيها حد، لا، الأرض مقصود بها الأرض إنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، يراد بها، ممكن يراد بها الخلق، تعمل اختصاص مثلا لعباد الله. أما العباد فمنهم من يضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم كما ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان مثلا، أو يضاف إلى الله عز وجل على أنهم مخلوقون مربوبون له سبحانه وتعالى، أنه ربهم وخالقهم وسيدهم. طيب هذه الجملة مهمة أن نفهمها، وبعد ذلك يعني تدخرها إلى
يعني إلى وقت أن تحتاج إليه. قوله هو الجنة حق والنار حق. الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الطائعين الصالحين، وهي مثوى المؤمنين، يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة إكراما لهم بمنه وجوده وإحسانه، منة منه وتكرما، ثم يتفاضلون فيها بأعمالهم. وأما النار فهي مثوى الكافرين والظالمين ومن أبى يعني أن يطيع أمر الله سبحانه وتعالى ومات على الشرك أو غلبت سيئاته حسناته فيدخل النار. فالله سبحانه وتعالى أعد الجنة وهي دار كرامته لأوليائه وأصفيائه، وخلقها وخلق النار لمن خالف أمره وعصاه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة، هذه الجملة جواب الشرط في قوله من، من شهد. خلاص، زي مثلا إيه لما نقول من ذاكر ينجح، خلاص من ذاكر فسينجح، من قرأ هذا الذي أخذناه فسيفهم، من قرأ سيفهم، من ذاكر سينجح. من شهد أن لا إله إلا الله وشهد بهذه الشهادات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة هي جواب الشرط، من حقق الأولى كانت له الثانية. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، لأن مقتضى هذه الشهادات التي فاتت أنه أخلص لله سبحانه وتعالى في شهادته له بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم أو روح منه، والجنة حق والنار حق. فإذا هو شهد لله عز وجل بهذه الشهادات بيقين وإخلاص من قلبه، ثم إنه أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، معناها أنه لم يمت مصرا على ذنب، وأنه شهد هذا ومات على هذا. وإلا فهذه لا تحدث عندك إشكال الذي حدث عند أولئك القوم الذين قالوا: طيب يبقى اللي يقول لا إله إلا الله، الذي يقول لا إله إلا الله مهما اقترف من الذنوب والمعاصي وجاء بما جاء من الشرك سيدخل الجنة؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أنه قال هذا شهد، أنه شهد، والشهادة معناها إقرار القلب والنطق باللسان، وأنه شهد بالحق بما يعلمه ومات على ذلك، وشهد بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على حتى لو اقترف من الذنوب والسيئات، ولا شك أنه سيقترف بطبيعته البشرية، لكنه لم يمت مصرا على ذنب، لم يمت مصرا على هذا الذنب لتحقيق هذه الشهادة ولمجيئه بالإيه؟ بالمفتاح وأسنانه بلا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. خلاص، ولهما من حديث عتبان. طيب، في وجهين ذكرهما المصنف عندك. قال الحافظ: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. تفاضل، يعني تفاضل، يتفاضلون في الجنة بأعمالهم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على ما عمل يدخل في الدرجة التي يعني يستأهلها بعمله، وهو لا يدخل الجنة بعمله ابتداء، وإنما يدخل برحمة الله وفضله، ثم يتفاضل أهل الجنة في الجنة بالإيه؟ بالأعمال. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنت يا رسول الله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا أهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم، لأن أعمالهم لا ترقى أن تكون سببا لدخول الجنة، وإنما يدخلونها
بإيه؟ بمحض فضل الله عز وجل ومنته، ثم يتفاضلون في الجنة بأعمالهم. إذن بعض أهل العلم كما قلت لكم آنفا، من خص هذا الحديث بمن قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك ولم يكن مصرا على ذنب، خص بعض أهل العلم وقالوا أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا يخص من قال لا إله إلا الله، لأنه لابد هنا أن نجمع بين الأحاديث، لابد أن نجمع بين الأحاديث، وسيذكر هذا المصنف في الحديث الذي بعده، يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها الصدق وفيها الإخلاص ونص على ذلك، ولهذا خص بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن يفهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى، وأن تجمع هذه الأحاديث في سياق أن من قال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه شهد بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك، لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام ثم يقترف بعد ذلك من السيئات وما ينقص من توحيده وإيمانه وكذا وكذا وكذا، فهو على خطر، وربما يموت وقد غلبت سيئاته حسناته فيموت على خطر، قد لا يغفر له وقد يدخل النار، لكن سيخرج من النار بما معه من لا إله إلا الله لأنه مات على التوحيد. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تحفظونها جيد، أن المؤمن الذي يموت على التوحيد حتى وإن دخل الجنة سيخرج، حتى وإن دخل النار سيخرج من النار بما معه من لا إله إلا الله، كما يعني سيمر معنا، سيأتي معنا، يخرج الله عز وجل من النار أقوام وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة التي تنبت في جانب عارف الترعة أو القناة التي يكون بها الماء وتنبت الحبة هكذا، فيلقون في نهر الحياة قد امتحشوا، يعني النار يعني أكلتهم اسودوا، صلى الله السلامة والعافية. نعم يعودون يلقون في نهر الحياة فيعودون كما كانوا، ويبرئهم الله عز وجل مما أصابهم من الأذى الذي لحقهم بدخولهم النار، صلى الله السلامة والعافية. إذن من يدخل النار ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ناقص عنده الصدق واليقين الذي قال به، ربما يكون قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في البداية، ثم نقص عنده من اليقين والصدق ما أوجب له دخول النار، ثم يخرج من النار إذا غلبت يعني السيئات الحسنات، فيدخل النار يمحص ثم يخرج منها إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكأن المصنف قد ذكر هذا الحديث بعد هذا ليذكر التأكيد على مسألة الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإن شئت يعني أن تفهم هذا الحديث الذي مضى في سياق هذه الأحاديث الأخرى التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والإخلاص وكذا وكذا وكذا، وهذا الذي ذكره الشارح عندك حينما قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها. طيب خلينا نقرأ التي قبلها: ما من أحد في الفقرة التي قبلها: أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، علم على صدقا دي، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله تعالى على النار. خلاص. وساق بسند آخر قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت اللي هو مين؟ قلت بقى صاحب قلت دي لا قلت الشارح ها قلت فتبين قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص، بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره، وذكر جملة من كلام شيخ الإسلام مهمة جدا، اكتب في الهامش: الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد، هتقرأها أنت كلها ماشي، لكن سنقرأ نحن آخرها.
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. آخر الفقرة. وصلتم؟ لا لا لا، آخر هذه الفقرة، ولكن جاءت مقيدة. مقيدة بالقيود الثقال، عندك فين؟ 45 ونص، في صفحة 45 في منتصفها. ولكن علم على هذه، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، اللي هي إيه اللي مقيدة؟ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة. مش احنا قلنا في الأصول الثلاثة إن العقائد لا ينفع في لا ينفع باب التقليد في العقائد، فاكرين لما قلنا باب العقائد لا ينفع فيها التقليد، لأن احنا كنا بنستشهد بحديث إيه، حديث فتنة القبر، يقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فاكرين ولا نسيتم؟ في القبر حينما يأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهران، يقولون من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل، في الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو ما تقول، من ربك، يقول ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقات بصنوف نعمه. نسيتم؟ نرجع تاني. طيب ما دينك، يقول ديني الإسلام. ما رسولك، ما نبيك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب الكافر ماذا يقول؟ يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن الكافر والمنافق حينما يسأل يقول إيه؟ سمعت الناس، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا هو المقصود، هذا موطن الشاهد. إذن يقول هنا وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، خلاص كده فهمتم، هو ده موطن الشاهد، وحينئذ لا منافاة بين الأحاديث. طيب بعدها بأربع سطور، فإذا قالها على وجه الكمال، اكتب واحد، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. تمام كده، ده الأول. الثاني اكتب اثنين، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، باثنين. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار. إذن في الدرجة الثانية من سيغفر له بما معه من لا إله إلا الله، لأنه تحت المشيئة، وإذا كان لا إله إلا الله في قلبه قوية كما في حديث البطاقة، فستطيش السجلات اللي مد البصر اللي فيها الإيه؟ اللي فيها السيئات، وتثقل لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى دي الدرجة الثانية. وإن قال، دي التالتة بقى اللي بعدها، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، صلى الله السلام والعافية. خلاص، هذه الثالثة، نكتفي بهذا حتى لا يطول بنا المقام في القراءة. بعد ذلك بفقرة تامة كبيرة يعني، قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. إيه رأيك في الفائدة الجميلة دي؟ طب إيه رأيك تنقلها في أول الكتاب وتكتب رقم الصفحة؟ سنأخذ هذا في إيه؟ كيف تقرأ كتاب؟ ستأتي معنا مسألة الفوائد. كلما مررت على فائدة مثل هذه والتي بعدها، وقال بكر بن عبد الله المزني، وقال بكر بن عبد الله
رحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. يبقى تنقل كمان مع أختها، تضمها مع أختها وتكتبها في أول الكتاب. لما تخلص الكتاب تلاقي الصفحة اللي في أول الكتاب مليانة آثار وفوائد وكذا، وكل فائدة تكتبها تكتبها تنقلها، ما تقولش وقال الحسن نقط والصفحة، لا اكتب الفائدة، اكتب الفائدة واكتب رقم الصفحة عشان لما تحب ترجع لها ترجع لها، فتصير عندك فوائد في طرة الكتاب في بداية الكتاب، فوائد جميلة صح؟ بيت شعر جميل سمعته، بيت شعر شيء أمليناه في الشرح مش في الكتاب، اكتبه أيضا انقله في الفين في أول الكتاب لو كان شيئا راق لك استحسنته واستجدته فتنقله في أول الكتاب. هذه طريقة، طريقة نافعة جدا. وإما أن يكون عندك كراسة فوائد متنوعة، كراسة خاصة بالتوحيد، كراسة خاصة بالفقه، كراسة خاصة باللغة عشان لما نقرأ مسألة مثلا أو كذا أو تشكيل ضبط كلمة فتروح حاططها في الكراسة دي، في الكراسة دي، في يبقى عندك كراسات مجموعة فيها فوائد، فوائد في الأدب. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى الكثير من العلم. يا سلام على الحفظ، جميل حافظينه، رزقنا الله وإياكم الأدب. مهم والله يا أخوان، الأدب مهم جدا في حياة الإنسان وهو يتعامل مع الناس في الشارع في بيته في عمله في كل مكان. المهم خلاص، هذا حديث عتبان، هذا حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال المصنف بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضاعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب العلم وفي كلمة الإخلاص، وبعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يصححه كما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح. أهل العلم مختلفون بين مصحح ومضاعف لهذا الحديث. أما معنى الحديث فمعناه صحيح. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عما دار بين موسى وبين ربه جل في علاه. قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يريد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه يعني يخصه رب العزة تبارك وتعالى بشيء يكون يعني له المنزلة أو له المكانة أو له الثواب عند الله عز وجل المتميز المتفرد. فقال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وقال الله عز وجل له: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يقصد كل من على التوحيد على لا إله إلا الله، وإلا فمن الناس من لا يقول لا إله إلا الله. يا رب كل عبادك الذين يعني ينسبون إلى الله عز وجل بالعبودية ممن آمن بالله سبحانه وتعالى يقولها. قال: يا موسى، وذكر بقية الحديث. الشارح عندك ذكر مسألة لطيفة جدا: قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكرة بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما فعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. أن يقول الله الله الله، لا، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، يعني يسبح يهلل يكبر يمجد، ولا يقول الله الله أو يقول هو 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 كما يقول إيه هؤلاء الصوفية بعضهم في الحضرة والمثل هذه الأشياء، يقولون إيه هو هو هو، يعتقدون إن هذا يعني غاية ما يكون من الإيه من الذكر لله سبحانه وتعالى. ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، أو ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، مش كده؟
هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن خرج عن هذا خرج إلى البدعة، من خرج عن هذا خرج إلى البدعة، وعمله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول. هذه فائدة ما قرأناه. هذا ليس من الذكر، إذا رأى شيئا يعجبه يسبح. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هنا مسألة مهمة، وهي قوله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. قوله وعامرهن غيري ليس المراد هنا أن السماء تقله سبحانه وتعالى أو تحويه أو أنه يعمرها، لا. الملائكة هم عمار السماء، الملائكة يعمرون السماء، ونحن البشر لنا عمارة الأرض، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه مستغنٍ عن السماوات وعن الخلق وعن العرش، والعرش مخلوق. اصبر لو أنك صبرت. أين الله؟ في السماء. طيب ما أنا جاي لك. أين الله؟ لما جاء معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صك جارية عنده، كانت ترعى له الغنم، وجاء ذئب فأخذ غنما من الغنمات، وقال: ما أنا إلا بشر، أغضب فصككتها على وجهها، فاستشعر الذنب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له، فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: يا رسول الله أريد أن أعتقها لوجه الله حتى يكفر عن هذه السيئة، أنه صكها على وجهها، ضربها بكفه على وجهها. فجاء بها النبي، قال: ائتني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. حينما تسأل أنت، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها بهذا: أين الله؟ قالت: في السماء، ووصفها بالإيمان. خلاص، من أنت؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى منها بهذا. خلاص. فأنت حينما تسأل أين الله تقول إيه؟ فوق الأرض، فوق العرش، فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه جملة اعتقاد أهل السنة في الليل، حينما تسأل تقول إيه؟ الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. طب كيف نجمع ما بين فوق سماواته والله عز وجل في السماء؟ في إشكال كده، صح؟ في إشكال، صح؟ السماء المقصودة أين الله في السماء؟ السماء هنا ليس المراد بها السماء بتاعتنا دي، ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا الخمسة ولا أي سماء منهم، إنما إيه المقصود بالسماء؟ العلو. المقصود بالسماء مش السماء دي، كل ما على يطلق عليه سماء، كل ما على يطلق عليه لفظ السماء، لكن السماء باسمها المخصوص السماوات السبع اللي هي السماوات المخلوقة، إنما السماء جهة، ممكن يتطلق إن السماء دي جهة. فالله عز وجل أين الله؟ في جهة العلو، والله عز وجل له العلو المطلق، صح ولا لا؟ أنت لما بتيجي تدعي ربنا، وأي إنسان بيدعي ربنا بيرفع إيده فين؟ لفوق. بيرمي بصره فين؟ فوق. فوق دي في السماء؟ في السماء، بس مش المقصود السماء، المقصود العلو. ولا انت قاصد السماء دي؟
مش قاصد السماء، انت قاصد جهة الايه؟ العلو. ومن العجائب ان اللي في الجهة التانية خالص من الكرة الارضية برضو بيرفع راسه لفوق وينظر في جهة العلو، وهذا هو العلو المطلق لله سبحانه وتعالى الذي لا يشابه المخلوقين. انت لو كنت في جهة الشمال ما ينفعش تكون في جهة الجنوب، واذا كنت في جهة الشرق ما ينفعش تكون في جهة الغرب، لكن الجهات دي بالنسبة لك انت مخلوق يا ضعيف، تقول شمال وجنوب وفوق وتحت وقدامي ورايا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال مثل هذا، صح ولا لا؟ يبقى اللي في أقصى الكرة الأرضية زي اللي في آخر الكرة الأرضية، زي اللي في نصها زي اللي في أي حتة. ويبقى المقصود بالسماء هنا جهة الإيه؟ العلو. ولهذا رب العزة تبارك وتعالى يقول أنزل من السماء ماء. هو ربنا أنزل من السماء ماء ولا من السحاب؟ فلما كان السحاب في جهة العلو قال الله عز وجل أنزل من السماء، من السحاب الذي هو فين؟ في في فوق في العلو، صح ولا لا؟ فاهمين ولا وضحت كده؟ يبقى أنت لما بتقول، لما تسأل أين الله تقول في السماء، في السماء تعبير عن الجهة، مش في السماء بمعنى أن السماء تقله أو تظله أو تحيط به، لأن المخلوقات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، المخلوقات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، خلاص؟ المخلوقات لا تحيط بالله ولا العرش، والله عز وجل مستغن عن العرش، واضح؟ يبقى لما تقول جهة السماء، طب ولو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماء بالنسبة للملائكة إيه؟ سكن، أحسنت، سكن، مكان، مكان، لكن الله عز وجل لا يوصف بالمكان، لأن المكان، المكان لا يحيط به، المكان لا يحيط به، المكان والجهة وكل ذلك لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. حس صوم العرجاء بين سيدنا موسى وبين الله في السماء السبع. الله ها؟ مش حدد المكان هنا إنه خلف. مكان إيه؟ فوق السماوات، الله عز وجل فوق السماوات. فوق السماوات مش في السماء السابعة، فوق السماوات السابعة العرش، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. وفوق العرش أيوة، يبقى عندنا السماوات السبع وبعد السماوات السبع العرش، والله عز وجل فوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يقال في كل مكان، لا يقال في كل مكان، مستوى على عرشه بائن من خلقه. أهل السنة والجماعة يقولون بائن من خلقه يعني ليس حالا في الخلق، يعني مش في كل مكان في الأرض، لا يقال هذا، ينزه رب العزة تبارك وتعالى عن مثل هذا، بائن من خلقه، بائن يعني منفصل، يعني الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه، احفظ الجملة دي، فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. كيف نجمع يا شيخ؟ ما احنا جمعنا اهو. لا بين قول الرسول ان الله يحمل السماوات على اصبع، على اصبع وضع اصبع وان هو فوق السماوات، ايه المشكلة؟ يعني مش في حديث يقول ان الله يحمل السماوات على اصبع والثرى على اصبع، ماشي، والله فوق السماوات، يعني الجمع بين فوق السماوات وان ربنا يحمل السماوات على اصبع وان ربنا على اصبع، ليس فيها اي اشكال، ليس فيها اي اشكال، الله عز وجل فوق السماوات، فوق سماواته مستوى على عرشه جل وعلا، ايه مشكلة ان الله سبحانه وتعالى يحمل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والشجر على اصبع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الاشكال؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ليس كمثله شيء. فوق السماء فوق السماوات ليس ان السماوات تقله، افهم دي يا اخوانا، في ايه وانتم مالكم؟ افهم دي يا شيخ، خلاص يكفينا ما قلنا، ومن فاهم فاهم ومن عنده اشكال ياتيني بعد الدرس، خلاص. يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، الملائكه عمار السماء وهم محتاجون الى السماء لان الله عز وجل خلقهم فيها وسكنوا في هذه السماء،
خلاص. السماوات بالنسبة للملائكة أمكنة، أمكنة مقر للملائكة، تقلهم السماء، السماوات تقل الملائكة، لكن في حق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل فوق سماواته، السماوات لا تقله ولا تحيط به ولا تظله بحيث تكون فوقه، لا، كل هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله، قال الله سبحانه وتعالى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، وهذا نص من الله سبحانه وتعالى على أن الأراضين سبع في هذا الحديث، يعني إذا قلنا بصحة الحديث، هذا الحديث، لا هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. خلاص، فائدة لفظة غير، نعم، فائدة لفظة غير، ولعبة وعامرهن غيري، وعامرهن غيري يقصد الملائكة، هم عمار السماء، يستثني نفسه سبحانه وتعالى. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يستثني نفسه، استثناء الله جل أن تقله السماء كما أقلت الملائكة، لأنه لأن الله عز وجل لا يكون في السماء، وأن الذي يعمر السماء ليس هو الله وإنما هم الملائكة. وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، خلاص بعد الدرس نتناقش، ولا إله إلا الله في كفة، بعض إخواننا فيهم خلاص، فكثير من هذه الأسئلة تشتت من فهم، مش كده؟ اللي فهم كده يرفع إيده، هذا شيء يسر ويسعد، جميل. كثرة الأسئلة والاستطرادات ونحو ذلك، إشكال عندك كيف يضع السماوات على السبع على إصبع والأراضين، هو مش إشكال أصلا، لكن ربما يحدث إشكالا عند غيرك، صح ولا لا؟ طيب أنا مش لسه قلنا لإخوانك، إذا خطر ببالك فخليها بينه وبينك، أو اكتب حتى إذا جاءني السؤال أعرف هذا مما يطرح على الجميع ولا لا يطرح، ماشي خلاص، يبقى نعتمد هذه الطريقة، أي سؤال يعني وسط الدرس يبقى عن طريق خلاص، عن طريق الورقات هذه. قال: ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وذكر المصنف قبل قوله في كفة، قبل شرحه لقول الله سبحانه وتعالى في كفة، وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. هذا حديث رواه الإمام أحمد، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الأدب المفرد. نحن قلنا أن العلماء، استغفر الله أنا اختلط عليه، نحن قلنا أن العلماء مختلفون في تصحيح وتضعيف هذا الحديث بين مصحح ومضعف، وليس هو من الحديث يعني الثابتة صحيح الصحيح قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، حديث موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. مختلف في تصحيحه بين مصحح ومضعف، وذكرنا من ضعفه ومن صححه، بعض من ضعفه وبعض من صححه. ذكر المصنف عندك أو الشارح عندك حديث البطاقة، تقرؤونه ومعظمكم يعرفه، حديث البطاقة مهم جدا، اكتب بجواري في الهامش حديث البطاقة، حديث البطاقة مهم. وذكر كلام ابن القيم أيضا مهم جدا، كلام ابن القيم الذي بعده. خلاص، قال: وللترمذي يقول المصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، فهو حديث قدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر، يقول الشارح عندك، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. خلاص،
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والشاهد هو قوله في هذا الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يقول الشارح عندك شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وذكر كلاما لابن رجب وذكر كلاما لابن القيم. قال وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله. والله يا أخوانا لو تقرؤون هذا الكلام والله ستخرجون يعني بإيمان زائد وبقلب يعني إن شاء الله عامر بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تقرؤون بحضور القلب، لأن كلام السلف فيه بركة، والمصنف يشرح ويحدثك عن الله. لا شك أننا الآن ونحن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى ونذكر أنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ونذكر من صفاته وأسمائه، مجرد الحديث عن الله سبحانه وتعالى تطيب به المجالس وتنشرح به الصدور وتطمئن به الأفئدة، ويزداد الإنسان إيمانا، يخرج من درس العقيدة مش بمسائل، مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، ولا نسيت طب مسألة كذا، حينما يصير تصوير المسألة على هذا النحو يصير علما جامدا. أما أن تأخذ المسألة بإيمان بحضور بيقين، تخرج من علم العقيدة بالذات على وجه الأخص بإيمان زائد وبقلب يعني تصح به المعرفة لله سبحانه وتعالى على وجه ينمو به الإيمان ويسعد به الإنسان. ونكون بهذا قد أنهينا هذا الباب، ويأتي معنا إن شاء الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.